إذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل. إذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل عمره شهران، فهل يسقط الحمل أم يترك؟ فهل يسقط الحمل أم يترك؟ وش ذنبه يسقط؟ لا يترك، يجب تركه، وهو لأبيه، هو لأبيه، يلحق بأبيه فيترك، وإذا ولدت ترضعه وتربيه وهو لأبيه يلحق بأبيه، وش ذنبه يسقط؟ نعم.